انعقد الملتقى المهني التجميلي السادس في دبي وانتهى قبل يومين، هو من تنظيم الاتحاد الأكاديمي العالمي للتزيين. المشاركة كانت من كل الوطن العربي والأكيد من الخليج، كانوا مشاركات ومتدربات ومن العراق اللي هو دائما حريص على التواجد، أو المنتدى حريص على التواجد في هذا في كل دورة، هو خبير التجميل العراقي علي إسماعيل. يا أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا استرقية، تشرفنا بهذه الظاهرة الحلوة اللي احنا كل سنة لما نكون في دبي بهاي المحافل جزء مهم من وقتنا لازم يكون معاكم. واحنا اكيد نريد نعرف شو يصير بهذا الملتقى، لانه ينعقد مرتين بالسنة كل 6 شهور. كان يعقد مرة بالسنة، بس للمرة الثانية بالسنة الثانية صار ينعقد مرتين بالسنة للإقبال الشديد من خلال واكيد نجاحاته والنجاحات والصدى اللي دا ياخذ الواسع من الخليج العربي، من حتى وصلنا الى المغرب وتونس والسودان، ما شاء الله. يعني دول كثيرة هاي السنة، هذا اللي يعني شفناه بشكل كلش حلو. طيب. بحيث بانتهاء اليوم الأخير من الملتقى احنا بدينا ورا يوم نخطط للملتقى الثاني الجاي. ما شاء الله. مشاركة واسعة كل مرة، مشاركة كل دورة تكون مشاركة أوسع، يعني كانت بالسنوات أو بالدورات الماضية كانت الدول مثلا محصورة عددها مثلا 5 دول أو 6. هذه الدورة ما شاء الله يعني من كل الوطن العربي، ما شاء الله من كل بلدان الوطن العربي. علي، شنو يميز هذا الملتقى، هاي الدورة؟ هو هذه النقطة اللي حبيت أقولها، أنه هاي السنة صار من كل الوطن العربي، المغرب العربي، كل الدول موجودة. المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، مصر، السودان. طبعا الشعب السوداني أوجه لهم تحية كلش كبيرة، فالناس طيبين جدا وأصحاب ذوق، أصحاب فن، أصحاب لون. من الخليج العربي كله، من العراق، من الأردن، من سوريا، من لبنان، من فلسطين، من العراق. أنا أحب أشكر وأحيي كل الناس اللي جوا من العراق، سواء كانوا مشتركين بالحضور فقط أو سواء كانوا مشتركين بالتدريب وورشات العمل اللي صارت من خلال هذا الملتقى. طبعا الإدارة كل سنة تحب تسوي شيء مختلف. هالسنة خلينا التدريب في نوع من التحدي بليمتد تايم، يعني وقت محدد. نعم. كنا عادة نفتح الوقت من الساعة 12 ظهر إلى الساعة 8 ليل أو شيء، لا هسه سوينا لهم تحدي بلوكات مختلفة بأشياء وقت محدد، يعني محدد، وبرز هنا الإبداع عندهم من خلال هذه اليومين أو 3 اللي أخذوها، عمل مكثف من الساعة 10 الصبح إلى الساعة 10 بالليل يوميا لمدة 3 أيام. ممتاز. كان عندك عدة محاضرات. نعم. وحقيقة جذبني المواضيع اللي طرحتها هذه المرة، يعني أنت طرحت من ضمن المواضيع الفرق بين إطلالات النجمات وبين العروس والموديل. هذه لأنه أنا شخصيا كلش متضايق من هذه الفقرة، مو بس بالعراق، احنا تحديدا بالعراق. نعم. بس حتى في الوطن العربي احنا الآن أصبحنا في زمن الصورة، زمن المشاهير، زمن الناس اللي بالسوشيال ميديا. نعم. نركز على الإعلاميات والفنانات بالتحديد. نعم. لمن يروحون للمراكز التجميل، وهذا شيء حلو، يعني زيارة أحد الفنانات، زيارة أحد الإعلاميات. نعم. نشوفها يطلعوها عروس. طيب ليش؟ يعني مو بالضرورة عروس، مو بالضرورة أني أعبي وجه الفنانة أو الإعلامية اللي رايحة وغير ملامحها وعمل لها تسريحة وعمل لها مكياج قوي حتى أبرز الفن اللي عندي. ممكن بتتش بسيط، ممكن بوجهة نظر معينة تصير ما بين الشخص المهتم سواء بالشعر أو المكياج. احتفالية بوجه. احتفالية. أي أنا أشوفها صراحة، وأشوف يعني أنتقد، يعني أقولها وعلى شاشتكم الكريمة، يعني أنتقد أكثر أصحاب المراكز اللي يسوون هذه الطريقة، يعني يستخدمون النجمة أو الإعلامية، ما علينا إذا كانت بلوجر أو فاشينيستا، النجمة الممثلة أو الإعلامية، يحولوها إلى عروس على طول. غلط. ما آخر نجمة يعني سوتها مكياجي كان سيرين عبد النور، الكل لاحظ المكياج أول مرة تطلع بهالمكياج البسيط، والشعر طلعت بلوك مختلف تماما. كلهم كاتبي لي أنت سويت السيرين. قابل إيش سويت لها؟ شو راح أضيف لها؟ يعني هي سيرين عبد النور لوجو، مثل ما حضرتش لوجو، مثل ما نجوم كثير لوجوات لأنفسهم ولحالهم. يعني تخيلي مثلا أني أتعامل ويا الست النجمة فاطمة الربيعي. نعم. وأعمل لها لون شعر أحمر مثلا، أو أعمل لها لون شعر أشقر. أكيد لا، لأنه الست فاطمة الربيعي مثلا معروفة بلون شعرها، بقصة شعرها، حضرتك وكل النجوم. فلما كان سيرين عبد النور بالبساطة والرقي
والمكان اللي رايحت له هو اصلا كان افتتاح وايفنت، يعني ما كان يتحمل اكثر من هذا. فتخيلوا هي معروفه بالحمره الحمراء، الحمره الحمراء السيجنتشر مالتها في سيجنتر. كل بس هسه هالمره سوينا لها. طب انت من غيرت هذا اللوك هي اعترضت؟ ابدا. او قالت لك هي هذا اللوك فعلا اول مره. الشعر يعني حتى الشعر يعني بسيط وانيق، شعر بسيط وانيق، وهي انسانه شفافه ولطيفه، وكان يعني تعامل حلو وياها. تتعاملت مع اغلب نجمات الوطن العربي يعني. نعم. اي نجمه عربيه تصل الى بغداد لازم تروح هي معها. هذا شرف كبير لي وهذه سمعه حلوه تضاف لي، مو اعتباطا الحمد لله وشكر، هذه اقولها من خلال السي في اللي عندي، من خلال عملي على النجمات او الاعلاميات والشيء اللي دا احصده من ايجابيه. واكو شيء مهم انه الانسان دائما يكون هناك مواكبه لكل جديد، دائما اكو اجتهاد. نعم. يعني مو انه اني بروفيشنال محترف، لا دائما اكون مثل هذا الملتقى اللي حضرتك تشارك به. نعم. يعني من كنت انت تحضر به الى انه انت محاضر، من مشارك الى محاضر. انا اول سنه اول دوره كنت فقط حاضر، او بعد ما يعني بدا التعرف عني وبدا يشوفون شغلك على طول من اول يوم انا كنت به، وهذا الحمد لله وفضل واشكر اداره الملتقى المتمثله بالست منال الحسن هي. نعم. الاداره والاداره العليا اكيد، يعني على طول راسا صرت مدرب معتمد. ممتاز. من الدورة الثانية. نعم ممتاز. الموضوع الثاني اللي طرحته وأيضا في غاية الأهمية، موضوع الثقة في المصدر. الثقة في المصدر يعني احنا نتحدث عن يعني المعلومة الدقيقة اللي توصل لكل المتابعين. هذه يعني أكيد الناس كلها راح تأيدني بهذا الموضوع. احنا كل السيدات كل الشابات كل البنات اي العرايس الجميله كل الشابات كل السيدات الان الموبايل. واذا مو الموبايل فاليوتيوب او مثلا الشاشه، بس اكثر شيء الموبايل. الموبايل الموجودين به المؤثرين اللي هم الفاشينيستا او البلوجر، انا مع انه تثقف تجميليا احسن ما انه تنطي معلومه غلط. لان احنا مثلا كخبير تجميل اني وكثير من المراكز يجون مثلا سيدات ويجون انسات وطالبات طبعا من كل الاعمار، مطبقين معلومه حكتها احدى البلوجرات فلانه من البلوجرات. نعم. لكن السايد افكت اللي صاير عليهم غلط. احنا لازم نكون على قدر من ثقة المعلومة. يعني أنا مثلا لحد الآن يوميا أبحث، يوميا أسوي جوجل، يوميا أدخل إلى يعني أبحث عن المعلومة الجديدة، لأنه هذا بحر وعلم طبعاً مثل أكيد. كل العلوم ما ينتهي طبعاً. فما أصير أني أداة فقط للإعلان والإعلام. لا، لازم أكون أثقف نفسي ومو غلط. يعني أنا شفتها هذا الشيء، حكيت مع أكثر من بلوجر تربطني بهم صداقة وتربطني بهم علاقة وميانة، إنه مو غلط أن تثقفون نفسكم، مو غلط أنه تسألون الناس الاختصاص. صح. ومو غلط حتى لو بحثتوا عن المعلومة بالموبايل، أحسن ما أنه تقال المعلومة بشكل غلط وتصير المصايب على الناس. صح. يعني هذا شوية الموضوع خلاني أكره من الآخرين. هي الشهرة ما لها علاقة بالتخصص. يعني أنا مشهورة اختصرتي لي إيه، يعني المكياج يراد لتخصص، يراد لدراسة طبعا، هذا التعامل مع البشرة، مواد كيميائية حتى وإن كانت مواد طبيعية. بس أكو سايد إفكتس، أكو تفاعل ما بين البشرة، ما بين الأشياء اللي نخليها عليها. بعض الأحيان دواء هو دواء أو كريم مرطب يقول لك اختبر حساسيته على منطقة صغيرة من صحيح. البشرة، مو اعتباطا يكتبون هذا الموضوع. لاختلاف البشرات والميلامين والصبغات والسيروم الموجودات بالبشرة. يتقبلون هذه النصيحة منك صدقا يعني؟ اللي يتقبلوها اللي كان تربطني بهم صداقة وعلاقة، وما يعني يعرفون انه انا قصدي انتهت بأخريات. لا امزح معك. لا فعلا صدق والله فعلا انتهت بأخريات، لاني ظنا منهم انه انا دا انافسهم او انا ممكن انا الاجدر، واكيد انا الاجدر. لكن اللي يعرفوني شخصيا من الداخل يعرفون اني ما اقصد السوء، بالعكس كانوا على قدر من المحبه، على قدر يعني. من اصلا شكروني، كانوا يقولوا لي احنا كنا ما نعرف يعني شلون نوصل هذا المواضيع، بس اختصرت لنا الموضوع. وهذا صح لهم، راح يميزهم يعني. كل انسان راح يكون مهني وعنده معلومه وثقه رصينه بمعلومته حيميزه عن الاخرين. هو صاحب المهنه يكون يعني غيور عليها اكيد طبعا. يعني صاحب المهنه انت يعني انت عن دراسه وعن جهده يكون غيور عليه. فمن يجي اي احد يعطي معلومه غلط، يعطي معلومه غلط وبالنسبه لك هي معلومه واضحه انه هي خطا، ف
يعني شوية مثل ما يقولون يحترق قلبه. لا طبعا لا مو أكيد، يعني خصوصا بالشعر استرقية ممكن البشرة اليوم احنا عندنا في فوضى في كل شيء، يعني في كل شيء، يعني كل شيء فوضى. بس احنا نرجع على الإنسان نفسه، خاصة النساء، لأنه هذا موضوع المكياج والزينة تأخذ حيز من اهتمام المرأة الشرقية يعني. فبالتالي أتصور كل حتى يعني كل اهتمام الناس بالضبط. فأتصور أنه حتى لازم هي تبحث عن المنتجات. اليوم احنا وصلنا مرحلة أنه أي ماركة معروفة لا نروح نشوفها ونقرأ عنها وشنو، هل هي مادة طبية، هل هي مادة تجميلية. يعني أتصور أنه هذه الثقافة يجب أن تكون عند كل امرأة تريد تظهر بلوك جميل. والماركات العالمية المعروفة تشوفيهم ما يعتمدون على البلوجرز بالترويج عنها ولا على مشاهير السوشيال ميديا بالترويج عنها. ليش؟ لأنه هم عندهم ثقة بمنتجهم اللي مخليه، وعندهم ثقة بالآيكون اللي مخليه كنجمة تكون معاهم على مدار سنين، تكون معاهم على يعني مواسم معينة. لكن تشوفين بالغرب اللي يفرق عن العرب، احنا نقوله بالعراق بصورة خاصة، بالغرب البلوجرز هم يستخدمون المنتجات ويبدون يروجون عنها تلقائيا من ذاتهم. احنا هنا الموضوع تجاري طبعا. بعالم التجميل وبعالم الكوزمتكس اصبحت المصانع اللي تنتج الموس كوزمتكس تنتج مواد التجميل، اذا كانت مواد تجميل مكياج او سكين كير عنايه بالبشره او اصباغ او هير كير. هذه اصبحت يعني الشخص تجاريا قبل ما يعني يمضي العقد مع حتى يسوي براند او برودكت يبحث منه راح يروج له دون علم انه هذا راح يروج له، حيروج له صح ولا غلط. احنا مع الترويج ومع التاثير لان احنا لكن طريقه صحيحه، لكن طريقه صحيحه، طريقه صحيحه. ايجاز شنو الموضه مال المكياج 23 الجايه؟ موضه مكياج 23 الابتعاد عن المكياج تماما. نو ميك اب نورمال. المكياج لا اي لاينر، اللي الاي لاينر الان اصبح يعني بعيد، اصبح قضيه الاي لاينر على التيك توك، على التيك توك الكل ترسم. بس هو يعني لا تزال الشركات تعتمد على الوان البشره الحقيقيه. الوان البشره الجلوي 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 والعكس الطبيعه، يعني الوان الصيفيه حنشوفها بالشتاء. شو رايك بمكياجي؟ عادي جميل ورائع. علي كل التوفيق، وان شاء الله نلتقيك دائما على الخير وعلى نجاحات. واتمنى نلتقيك في بغداد ان شاء الله. والله مشتاقه لبغداد واهلها ان شاء الله. يعني انا اقول انه بما انه انت صاحب خبره في هذا المجال، ف ليش ما ناخذ النصيحه من الشخص اللي هو خبره. مو بس انا موجودين هوايه في هذا المجال، لكن انا طرحت الموضوع كنت جريء بطرحه. وما حد عنده ترى بشره مثاليه، ترى كلها فلاتر. يعني هي تخلي مكياج وبعدين هي لا تخلي مكياج وبعدين تخلي فلتر وبعدين تعدل الصوره وبعدين تعدل الصوره. جزيل الشكر لك. شكرا لحضرتكم. توصل بالسلامه لبغداد ان شاء الله، ومحبات وسلام لكل اهلنا هناك. شكرا لك.